بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنبدأ أول كورسات لموقع الناشر عن ما هو الإنترنت وأهدافه وبيعمل إيه الإنترنت، عشان الناس اللي بتسألني إيه هو الربح من الإنترنت. دلوقتي عاوزين نعرف الإنترنت، هنلاقي الإنترنت هو شبكة عن الكبوتية زي ما أنتوا شايفين، بتربط العالم كله ببعضه في عن طريق الحاسبات، شبكات الحاسبات والويب ومستخدمي الانترنت والجهاز الكمبيوتر والحاجات دي كلها. والانترنت فوائده في العصر الحديث انه بقى مع كل الناس، بقى مع كل الناس معها انترنت، سواء من الموبايل، سواء من الشبكات العنكبوتية، سواء من الاتصالات، سواء من الاقمار الصناعية، سواء مرتبط بزي هذه الصورة، مرتبط بأجهزة الكمبيوتر، مرتبط بكل شيء في حياتنا. فإذا الإنترنت هو عبارة عن شبكة عنكبوتية ربطت الأفراد وربطت الكمبيوتر بأجهزة الموبايل بشبكات العالم، وخلت العالم أصبح كله قرية صغيرة ومتعددة. كده يبقى عرفنا الانترنت هي عبارة عن شبكة عنكبوتية للمعلومات تربط العالم كله ببعضه، وتربط الأجهزة وتربط المواقع وتعمل لينكات كتيرة على الشبكة العنكبوتية. وكل ده بيستخدم، والفايدة الأساسية للانترنت في العصر الحالي هي التسويق، عشان نخلص من الموضوع ده ونخلي الشباب يستعملوا الانترنت لتسويق أنفسهم وبلدهم وأفكارهم والربح من الإنترنت.